كيف حالك؟ مرحبا، كيف حالكم؟ اسمي لطفي زايد، أنا جرافيك ديزاينر. مش كثير راح أطول عليكم، بس حاب أحكي لكم عن المشروع اللي أنا عن جد كنت سعيد إني أكون جزء منه، واللي هو عبارة كان عن فكرة طلعوا فيها فريق العمل تبع تيدكس شباب عمان. هلا الفكرة هي عبارة عن خريطة لمدينة عمان سميناها The Educativity Map of عمان، واللي بتبين فيها مراكز التعليم والإبداع بنفس الوقت. هلا زي ما أنتم شايفين الخريطة مش تقليدية، يعني مش زي أي خريطة تعودنا نشوفها، إنه خريطة سياحية اللي بتبين فيها عناوين المطاعم والأوتيلات وزي هالأشياء. بالعكس، الخريطة مرسومة رسم عشان تعكس روح عمان، لأنه هي أصلاً عمان حلوة بتفاصيلها الكثير صغيرة. هلأ موجود بالمبنى الثاني معلقة الخريطة بحجم كبير، ونفس الإشي موجودة معاكم بحجم أصغر على الفولدرز اللي توزعت على الباب. فمنتمنى هلأ عند البريك تروحوا تشوفوا الخريطة الكبيرة عشان تتعرفوا أكثر على الأماكن وين موجودة، وبرضه بنحب انه تشاركونا بمعلوماتكم. هلا احنا حاطين هناك عند الخريطه الكبيره ستيكي نوتس، فيا ريت اذا حدا عنده اي شيء من خبرات سابقه انه يزودنا بهاي الاماكن ويحطها على المكان المناسب بالخريطه، لانه الخريطه حاليا بهذا الجهد اللي عملناه هي لسه عباره عن الخطوه الاولى، وحابين من خلال خبراتكم اكثر انها تزيد المعلومات وتكون غنيه اكثر واكثر الخريطه عشان تكمل باحداث ثانيه، او نوزعها بكافه الانحاء عشان تكون فائدتها اكبر واكبر. وبالنهايه عن جد بنصحكم تروحوا تشوفوا هاي الاماكن على قرب اكثر عشان وتشوفوا قد ايه كيف ممكن تساعدكم بأي مجال من مجالات اهتمامكم، لأنه هاي أصلاً أماكن متنوعة ومتعددة. وشكراً.